الذهب من الحاجات اللي سعرها بيتقلب بين الصعود والهبوط والقفزات على مدار الشهور اللي فاتت، وحاليا فضل سؤال واحد بس عند الناس: نشتري ولا نبيع؟ وايه الوقت المناسب للشراء وايه الوقت المناسب للبيع؟ ولو عايز تعرف الاجابات المفصله لكل ده شوف الفيديو ده للاخر. بانكير نبض البنوك. الاستثمار في الذهب واحد من اهم جوانب الاستثمار لرؤوس الاموال في السوق المصري، خصوصا للناس اللي معاهم فلوس على قدها واللي بيشتروا كل فتره حاجات صغيره وبيصحوا كل يوم الصبح وعينهم بتكون على سعر العيار وصل لكام النهارده، لان الاستثمار في الذهب عمره ما خسر ودايما استثمار كسبان. الانخفاض اللي حصل في الاسعار في الايام اللي فاتت خلى في ناس كتير حست انها خسرت وبشكل جامد جدا، خصوصا ان في ناس اشترت الذهب لما كان سعره ب 4000 جنيه وحاليا سعره يدوب معدي ال 3000 جنيه، يعني خساره تقارب ال 1000 جنيه في كل جرام، وحاليا مفيش في دماغهم غير سؤال واحد بس: نبيع الذهب وخساره قريبه ولا مكسب بعيد ولا نتصرف ازاي؟ كل خبراء المعدن الاصفر اجمعوا ان الانخفاض الموجود في اسعار الذهب دلوقتي ما هو الا انخفاض مؤقت، وان الذهب هيعاود للارتفاع في الايام اللي جايه، خصوصا في ظل الاحداث السياسيه اللي بيشهدها العالم من حروب وصراعات واللي هتاثر على اسعار السلع والبضائع واسعار النفط والطاقه العالميه، وبالتالي اسعار الذهب عالميا هتبدا في الارتفاع وبشكل تصاعدي وبشكل كبير، والسر ده هيبان بشكل اكبر من اول شهر مايو الجاري. السر في الارتفاع في اسعار الذهب مع بدايه شهر مايو هيكون مع اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي لتحديد مصير اسعار الفايده واللي هيكون في الايام اللي جايه، واللي طبعا هيكون ليه تاثير مباشر على اسعار الذهب، خصوصا ان قوه الذهب في المستقبل هتتوقف بحد كبير على تقديرات الفيدرالي الامريكي لارقام التضخم والتدابير، ولو الفيدرالي الامريكي قرر خفض اسعار الفايده فالمتوقع ان اسعار الذهب هتشهد ارتفاع، خصوصا في المخاوف العالميه باستمرار عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية واللي هتكون لها تأثير مباشر على أسعار الطاقة. خبراء الذهب نصحوا المواطنين بالشراء والبعد تماما عن فكرة البيع في الوقت الحالي، لأن الفترة اللي جاية متوقع فيها أسعار الذهب هترتفع وبشكل كبير، بالذات مع انتهاء مبادرة الحكومة بالسماح بدخول الذهب مع المسافرين بدون جمارك والمحدد انتهائها يوم 12 من شهر مايو الجاري، وفي حال لو صدر قرار من مجلس الوزراء بوقف العمل بالقرار يعني اللي هيحصل زيادة في الطلب على المعروض بالأسواق، وبالتالي الأسعار هترتفع وبشكل كبير عن الأسعار الموجودة حاليا للجرامات. الخبراء قالوا كمان ان الذهب زينة وخزينة ومكسب كبير بس على المستوى البعيد، واللي عايز يحقق مكاسب من الذهب لازم يصبر عليه فترة اقل حاجة سنة، وان الرهان على الذهب دايما كسبان وعمر ما حد راهن عليه وخسر. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير نبض البنوك.